ايوه في شنو؟ ها؟ ايوه هي هي ها؟ شنو مصاريف شنو؟ النازل مرة دار المصاريف. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. لو سمحت. ايوه. عايز اسال من رطل البن بقى بكم؟ رطل البن ب 25. طيب شكرا لك. شكرا لك. طيب لو سمحت. اي. ممكن تنزل لي صلصة؟ ممكن هاي انزل لك صلصة طوالي. هات. دي الصلصة هات. شكرا. شكرا. ايوه. طيب عاين. عايزة برضو معلش يعني عايزة. لا. يعني. معلش روتي ولو سمحت دي شنو يعني؟ مرق الدجاج. مرق الدجاج في. دي مرقة الدجاج. شكرا لك تسلم. طيب نعم. لو سمحت عايز. شكرا. شكرا. طيب شكراً. لو سمحت. شكرا شكرا دي شنو؟ دين دين. طيب لو سمحت. دين. عايزة لي جردل. جردل بتاع طحنية صغير. جردل طحنية في؟ جردل الطحنية لا الله ياك مع الدين لا. شكرا تسلم. شكرا لك. شكرا لك كتر خيرك. طيب الصابون عندكم مين؟ شكرا دي ما كتر فيها شويه. ها كيف؟ ها انت كيف؟ ما عارفه ما ما, لا ما شايفه انه ممنوع الدين. شكرا انا بقول لك شكرا. لا يعني ده سلوك عادي يعني كلام يعني بقول انا بقول كده لازم يكون يعني بشكرك يعني بتعمل لازم يكون في وراها حاجه ما بتتقال ساي كده تتبهل تتبهل ساي كده لا ابدا يعني معلش لو ازعجتك لكن انا ما قصدي كده يعني شكرا دي انا بقولها طوالي لما زول يعمل لي حاجه يعني لانه حاسه اني ازعجتك بتنزل لي وبسالك كده وهنا ترى حاجه ثاني. طيب معلش ممكن تشوف لك ديل كده سعرهم كم؟ ايوه 24 واخر 5 38 معلش يعني 227 270 ايوه. طيب شكرا لك برضو للحساب. طيب معلش يعني عايزه برضو انت ممكن تقولي كلامك ده بدون شكرا لانه شكرا دي لازم لابد من انه يكون وراها حاجه. ليه انت ليه مستغرب من كلمه شكرا دي؟ حاجه طبيعيه. انا طبيعي في الدنيا دي اي زول يعمل لي حاجه يعمل خدمه بقول له شكرا. دايرهم بالدين. دين ليه؟ بالدين ما يا اسمك دقيقة مالك؟ ما دين؟ لا اسمك وبتاعه هنا يا اخي ما تخش في الموضوع طوالي شغالين من الصباح يا اخي لو سمعت وشكرا جزيلا وشو الحكاية يا اخي الله ما ممكن. لا انا ما قصدي كده. قصدك يعني اقدر اشتري مقروشة؟ لو ما قصدك ما بتقول شكرا ولو سمحت هو ده كيف يعني ما بفهم بليل انا بليل لا حاشاك معلش ليه انت ليه مستغرب من كلمة شكرا؟ مستغرب يا اخوانا كلمة شكرا دي فيها حاجة؟ فيها بشكرك هوي هوي فيها 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 كيف فيها؟ هاي 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 انا اي حاجة انا في البيت ولدي لو جاب لي كوباية مية بقول له شكرا يا بنت الناس طيب ما تزعج نفسك معلش يعني انا اسفة يا بنت الناس الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك امين وعليك انت كمان حياتك الدائرة وشكرا للدعوة الجميلة دي شكرا طيب لو سمحت ممكن تديني كيس كبير عشان اشيل فيه الحاجات دي انا بقروشي ما تخاف بدينا يعني ما بدين ليه بدين انت انا بزرعني فيه بتستغرب ليه يعني ليه بس انا داير اشوف اخرك يعني قافله على شنو ناس كتار لما اقول لهم شكرا بيكشروا لي في وشي مع انه لما اقول لك شكرا ممكن يعني على زواج على شنو زواج لا ابدا زواج شنو الحمد لله يا عشان تجي المره الجايه وتديني مش كده لما تجي المره الجايه وتديني صح لا ما داير تدين داير تديني يا اسمك لو سمحت نعم انا كلمة شكرا دي قلت لك عندي طبيعي عادي يعني انا ماشي في شارع لزول زح علي كده ومشيت بقول له شكرا يا اخي عادي تربيت على كده سلوك راغي شكرا لك شكرا لك شكرا والله انا اشكرك والله العظيم اشكرك والله العظيم اشكرك تاني ما تتلقي طيب شكرا لك طيب شكرا لك في الحالتين شكرا لك وانا شكلي ازعجتك عشان كده معليش واسفه وشكرا للزمن اللي اديتني له ده وشكلك كده ما عايز تبيع انا همشي اشتري من حته ثانيه انا عاوز ابيع سلام عليكم انا عاوز ابيع شكرا 270 راحت عليك شكرا امشي شاب خالي شكرا لك ولو سمحت وما ممكن وما في طريقه ها العفو
لا شنو؟ هي العبوا العبوا دي تفكر ساعه يا غني والله لا يا معلش معلش الله بيجيب اخلاقي هنا 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 كلام فارق يا استاذ مالك؟ بس دقيقة دقيقة بس شنو يعني؟ بس دقيقة بس أنا سايق عربيتي وقرصتك يعني فيها شنو؟ يا أخي اللي دقيقة وبتاعه هنا يعني ما دقيقة بس ما دقيقة أدينا فرصة معك أديك فرصة؟ أديك فرصة ليه؟ أتكلم معك بس يا أخي أنت ساكنين من وين يا أخي؟ ساكنين من آخر الشارع يا أخي معلش ماشي بالراحة تتدبى أنت أبو القدح يا أخي أبو القدح أنت يا أخي بس أديني فرصة أتكلم معك ما بدك فرصة هاي قرصتك ولا حاجة قرصتك في الشارع عديل كده خطيت لك قدامك كده وعصرتك على التروتوار معليش بس اديني فرصة اشرح لك بس انت هسه مضيع وقتك ومضيع وقتي وجاي ساكيني عشان انا قرصتك وعربيتك هذيك ما جات اي حاجة بس لك المعلومة انا بس اللي بدي اديك فرصة شنو؟ بس يا اخي اللي معلومة وبتاع وحركاتها اللي بتعملوا فيها دي يا اخي اختصر وقتك يا اخي واكسب زمنك يا اخي انا بكون مرتاح انا لما وصلت معك كده بكون مرتاح انا يا اخي ما ولا داير منك اي كلمه يا اخي انا ما داير منك كلام انت اسمعني يا اخي هاي يا اخي قرصتك قلت لك قرصتك وفتك جاي يساكيني يا اخي صح انت قرصتني ما ممكن يا اخي احنا نطارد زي العصابه في الشارع يا اخي اسمعني يا اخي اسمعني ممكن تديني فرصه معك ما تحترم نفسك يا اخي ممكن فرصه معك احترم نفسك ممكن فرصه معك يا الله انت ممكن فرصه معك انت لو اصلا زول ما بتاع مشاكل ما كان جيت وراي اديني فرصه كان جا وراي يعني شنو قرصته يعني ما جاته حاجة اديني فرصه معك المشكله انه ما جاته حاجة ما في حاجة جاته يا اخوانا اسمعني ولا ما اسمعني ها اسمعني مش كده اصلا زول زي اسمعني ما بسمع اسمعني يا اخي انا كان انا كان داير اسمعك كان وقفت لك هناك ما شايفك في المرايه انا شايفك في المرايه انت اسمعني اسمعني بعدين رد لي اسمعني بعدين رد لي اسمعك يا شنو بس اسمعني ما اسمعني بس انا تحديدا يا اخي انا داير اقول لك حاجه داير اقول لك حاجه معينه استنى يا اخي انا من هناك ساكيك داير اقول لك كلمه واحده داير اقول لك كلمه واحده ما عندي مانع انك تقول لي لكن عارفك انت داير تقول شنو لانه زول ساكي زول زي ده عارفه هو داير يقول شنو ما تقول لي اديني فرصه لو سمحت لو سمحت انا بجيبك هنا اديني فرصه لو سمحت ابيت اديني فرصه يا اخي ابيت ما بدي فرصه اصلا ما بدي ولا فرصه يا اخي ولا فرصه ده كلام فارغ يا اخي اديني فرصه يا اخي عشان انت تمشي وانا امشي يا اخي يا اخي الواحد يتدبس زي ابو القدح وتفوته وتقرصه ايه جاري وراك يا اخي مطاردك يا اخي بس وانا بعد اديك فرصه يا اخي بس كلامك خلاص قلته في المشي ده كله كلامك انا قلته في المطارده دي كلها تعال اديك فرصه ليش يا اخي ما قلته ده كلام فارغ ما قلته اسمعني يا اخي انا اقول لك كلمه واحده بدي اقول لك يا اخي تقول لك انت قرصتني انا قرصتك الشارع ده يا اخي الشارع ده فيه شيء جميل كويس ذات لغه السواقه دي يا اخي فن وذوق السواقه انا ما عندي ذوق اسمع انا لا اخلاقي هنا ما عندي ذوق انا اخلاقي هنا ما عندي ذوق ما تقول لي فن وذوق وبتعمل حركات اللي بتعمل فيها دي لا السواقه ذوق شنو يا اخي عليك الله يا اخي فن وذوق وانا جاي واقول لك لو سمعت اجني بتكشم انا يا اخي النهار كله اجني بتكشم يا استاذ انا قلت لك السواقه فن وذوق فن وذوق فن وذوق عشان كده يا اخي انا جاي من هناك انا اقول لك كلمه واحده اقول لك كلمه واحده لو بتعرف الذوق لو بتعرف الذوق بتجي مطاردني المطارده دي ما انا بتعرف الذوق عشان اقول لك كلمه واحده اقول لك يا اخي انا كان قرصت فرمله وجهجه لك عربيتك دي يا اخي اقول لك حاجه انا ما سايق لي مرسيدس بس خليني اقول لك قرصت فرمله الله يهدي لك كله يا استاذ يا اخي انا اقول لك انا درستك وين وريني درستك وين ما درستك يا استاذ لو سمحت يا استاذ درستك في النيلات من الكراك ذاته لما جاتنا قطيعه شوف يا استاذ يا اخي كلمه واحده عندي انا ساكيك تعال يا استاذ مش ساكيك عشان اقول لك يا اخي انا محامي ها انا اسف على شنو انا اسف يا اخي انا ساكيك من هذا اقول لك يا اخي انا اسف لو انت غلطان والله انا غلطان يا اخي انا اسف معناته انت قرصتني انا قلت لك انا اسف يا اخي معناته انت قرصتني اسف لو انت اسفت لي وانا اسفت لك الامور بتمشي بسلاسه وما بكون في اي مشاكل بين الناس سلاسه ولا اربعه ها سلاسه ولا اربعه انا ما بعتذر لك انا بعتذر لك ما انا بعتذر بقول لك اسف واسف واسف يا اخي عشان انت تكون مرتاح وانا اكون مرتاح انا بعتذر لك يعني مرتاح يعني انت اسف عشان انا قرصتك ولا انت اسف عشان انت قرصتني ما اسف قرص اخو منه مالك جايتنا يا اخي يا اخي انا في النهايه بقول لك انا اسف
تقبلها مني بس. لا ما بقبلها. وانا بكون مرتاح. حبيبي ما بقبلها. يا اخي انا اسف. ما بقبلها. اسف يا اخي. امشي اركب عربيتك امشي. امشي اركب عربيتك امشي. ما بقبلها. ما ليه ما بقبلها. ما بقبل ما بقبلها ما بقبلها ما بقبلها. انا اصلا غلطان عليه وانا قلت له اسف برضه ما قبلها. المفروض يقبلها. قال لي انا ما بقبلها لو جاء المخرج هنا. قال لي انا ما بقبلها. هنا اللي ما جاء. خلاص انا خليك يا استاذ على كده واسمح لي امشي. ودائما اقول لك السواقه في الشارع فن وذوق وانا اسف. خلاص اسف يا خلاص ان شاء الله يدوك فيها دكتوره. شكرا لك برضو. ثاني شكرا لك ثاني وبرضو انا أسف. خلاص ضايقت اخلاقي ممكن انا اسف برضو. جبت اخلاقي هنا. ثاني شكرا لك. ثاني لا 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 ثاني لا شكرا شكرا لك انا اسف. سلام عليك اخوي انا رايح. سلام عليك. سلام عليك. انا رايح والله يا اول فضل. يا اول فضل اها ورايح ورايح. انا 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 شرطه. لا يعني ها لو سمحت لي يعني لو سمحت. اي لو سمحت انا داير ازعلك من لو عندك زمن يعني وكذا. الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم. لا انا ما دار ما دار اشحد قروش. ها لا انا ما دار اشحد قروش. اها لا الحمد لله ما دار اشحد قروش. والزمن داير زول بس واقف له زول يفتكر انه هو داير منه قروش. طيب يا ودنا داير شنو ها؟ والله يا هو ده فن جديد كمان. ده فن جديد. بعد اذنك بعد اذنك يعني بعد اذنك يا اخي يا اخي خش الموضوع طوالي يا اخي. أي بعد اذنك خش الموضوع طوالي اللي بعد اذنك وبتاعنا يا اخي. انا المفردات دي ما قادر اريدها يا اخي. بعد اذنك عشان تسمح لي انه انا اتكلم يعني اسالك. طيب لو ما لو ما سمحت لي اتكلم كيف؟ طيب طيب سمحت لك ها؟ شكرا شكرا. ما تقول له شكرا يا اخي. ما تقول له شكرا. لا ما انت قلت لك سمحت لك خلاص اسمح لك خش في الكلام طوالي يا اخي. ما تقول له شكرا ولو سمحت هنا. لا 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 يا زول اسمع انا زول اسمح لي طوالي ما اقول له شكرا. ما عندي كلام. ايوه تسمح لي طوالي اقول لك شكرا. ها اقول لك عن اذنك. ها كفتني. لا لا ها قالك انا كفتني. لا لا ما بكفتك. لا انا ما بكفتك. لا انا ما بكفتك. ها كفت كفت. لا لا كفت مالك. انا ما بكفتك والله. انت شحات قليل الادب. ما دارت تشحدني وصل. انا ماشي انا ماشي ام جراده. ماشي ام جراده. ماشي ام جراده. هاي ام جراده دي قالوا لي تجي تركب عربات بودنك السوق الشعبي. وقال لي بعد ذاك من السوق الشعبي بتلقى عربات توديك المينا. اها انا العربات اللي بودن السوق الشعبي ديل ما عارفين. عشان اصل السوق الشعبي اول حاجه توصف لي محل المواصلات كان انت عارف. اصل السوق الشعبي عشان اركب تاني المينا، بعد ذا قالوا من المينا حتى اركب ام جراده. انا الوصف ده عارفه. ها؟ عارفه لكن بيت. نفسك ما بتسمح ليك ولا شنو؟ ها؟ نفسك ما بتسمح ليك؟ والله انت كان نفسك ما بتسمح ليك؟ او اخوي ما في مشكله. انت بشكرا اقضي ما في مشكله. ولو سمحت اقضي آه؟ نفسي ما سمحت لي اول حاجه. لكن الزل عمل فيني عمل 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 فيني حاجه كويسه بقول له شكرا بشكر عليها يعني. اشكر يا زول لكن انا ما تشكرني. لا لا يا اخي انا قلت لك هو انت ما انت ما سمعت الكلام. انت ما شكرا دي من وراها حاجه. لا لا والله شكرا دي لا. انت معناتها ما داير وصف بس. لا 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 والله هاي. قالوا ما بشكر الناس ما بشكر الله. هاي داير تختبرني. داير تختبرني تقول لي لو سمحت. لا لا والله وشكرا جزيلا. طيب مالا وانا اسف. طيب الكلمات دي ما سمحها. لا الكلمات دي مالا. لا عليك الله بس لي فيلم هندي. ها ها تعال بس لي فيلم هندي. ده انا. ايوه انت. يا سلام الشعب الهندي مالو والله لذيذ. ها مالو والله لذيذين. لا لا اعمل لي حنان. انا قلت لك اعمل لي حنان. بقول له شكرا برضه بقول له شكرا وبقول له لو سمحت وبقول له. انت دي حركاتك انت. دي حركاتك انت. مالا انت. دي ما حركاتي. انا ما بريدها. انا ما بريدها اخوانا. شكرا فيها حاجه. انا فيها شنو؟ وينه؟ قال فيها منو؟ قال فيها يجي يبقى راجل يورينا. قال فيها منو؟ وينه؟ أصهر تعال امرق جاي عشان تشرح لنا فيها شنو يعني؟ ما تتنسى. المعترض عليك كلمة شكرا يجينا. تعال. أنت؟ معترض عليها؟ معترض عليها؟ ها؟ معترض عليها؟ معترض عليها ليه؟ ها؟ معترض عليها. نسمع رايك. طبعا كلمة شكرا طبعا يعني في الزمن ده اصبحت يعني
زول لما يقول لك مثلا يقول لك شكرا انا اسف لو سمحت بتحس بنفسك انك مستهدف كده. انت الانسان ذاته في حد ذاته كده لما تقول له شكرا كده بتديه الاحساس بتاع التسامح. يعني انا في رايي الشخصي انه شكرا دي اسلوب تسامح واعتذار. فالمفترض انت الانسان ده لما قال لك شكرا والانسان ده ما متابع لحاجه معينه فهو ده يعتذر عليك لو كان انت ضربته او هو ضربك. يعني ما في اي حاجه شكرا. والله في الحقيقه يعني انه كلمه شكرا والله كده ما فيها مشكله انه ربنا ذاته قال اشكرني لازيدنكم. اما ثقافه ده ما اعرف انه مثلا ثقافه ذاته بتاعتين وصف له كيف طوالي شبكه انه لو سمحت لي ووصف لي وبرنامج ما يعني خشفوه بطريقه جميله يعني ازعجه يعني. وكون انه قال لي شكرا ما في اي حاجه لكن الواحد يكون عنده ثقافه تقبل يعني يتقبل الحي اللي بيقول له الانسان يعني. الشخصيه السودانيه بقت بطبيعتها شخصيه انطباعيه يعني زول يقول لك شكرا ما انا داري منك حاجه هو الصح انه زول لما يشكرك في العمل عملته له انت معناته داري يوصل لك انه امتنانه للكلام اللي عملته له ده. فالناس تكبر اكبر من كده تحاول يعني اي زول عليك في الشارع شال الحجر على الشارع تقول شكرا لك بتاع الدكان قال لك قلت له داير حاجه يقول له شكرا لك. الناس تكون بطبيعتها مسامحه عشان احنا نمشي لقدام على الاقل الغبانات جوا يطلع مننا نكون ناس مسامحين بطبيعتنا. هو اصلا كده الشكر ده يعني زيه ماف يعني زوري لما يقول لك اسمي لي او يعني شكرا ولا معليش ده نوع من يعني الحنيه والاحترام والذوق وحاجه بالشكل ده. الشكر ده ما في زيه. كلمة شكرا يعني بتعني معنى كبير في مدلولة يعني هي التسامح والحنية بين الناس والطيبة يعني. لكن الناس فهموها فهم غلط انه زول يشكرك يعني دي عادة يعني عادة كويسة حميدة زول يقول لك شكرا الله زول يقول لك يا اخي معليش وكذا. لكن الناس حاليا السودانيين بقت انه الحاجة يعني هنا انه واحد بقت اخلاقه ضيقة شديدة يعني. انا حتى كان قلت له مرات شكرا برضه مرات هنا بكون متضايق منك هاي بقول لك مرات ما شكرا يعني في يقول لك شكرا على هنا حتى كان هبشته ولا كذا. شكرا دي دائما ما يستخدموها الناس للتعبير يقول لي مسامحه ولا اي حاجه. في بعض الحفلات تكون راكب في الحفله مثلا يكون قاعد جنبك زول تشيل منه جريده بتقول له شكرا ما فيها حاجه كلمه بذات لذيذه وراقيه. كلمه شكرا يعني كلمه جميل جدا. ثانيا يعني انت لو قدم لك اخوك اي حاجه يعني تقول له شكرا لانه كلمه جميله جدا. الله ذاته قال لو اشكرتم لازيدنكم يعني كلمه شكرا كلمه جميله. لكن الشعب السوداني بدا عندهم فهم بدا كلمه شكرا يعني فهم زي انه انت داير تهرجوا ولا كده يعني. لكن اصلا نوت بروبلم يعني ما في اي فوق مشكله. انا داير اشكركم كلكم والله صراحه.